هذا زكريا برقديش كورة اللابي الصد دولار الأول 1-0 للوصول 1-0 للبرادة 1-0 للتيمون الجديد 1-0 أليس وتسديد الكلام كله فيه تعظيم السلام للبرادة اضرب يا ولد سدد يا ولد هدف يا الولد 1-0 بطريقة الكبار من مرمى كون عند لوبيز في الجهه اليسرى عند فيغيروا فيغيروا يحاول يسدد فيغيروا تيسدد وهدف التعادل كان منتظر لاحظوا كان تيبحث على التسديد تيسدد وتوضع الرقم 11 بينغستون الرجل ديالو امام الكره اللي تغير المجرى ديالها وتيعطيه هدف التعادل كان منتظر لانه في البدايه من بعد ما لعبنا تقريبا حوالي 3 دقائق بان بانه المنتخب الاولمبي المغربي تيبحث على تمريره ما كانتش النيه ديال اللاعب ياسين ياجور انه ياسين جبور اسف انه حكم تيطلب من جميع اللاعبين الخروج عن منطقه الجزاء في التنفيذ وهدف الرضا مرضى بامكانه باش يمر تميره بامكانه يسدد تسديده هدف هدف التعادل بواسطة زكريا البيض لاعب فردي لاحظوا اللحظه الوحيده اللي مروا لاعبين فيها الكره بينتهم تسجل الهدف وبامكانهم يسجلوا اهداف